عسلامة، أنا فارس بن عامر، مترشح لقامة جبهة شعبية في تبربة، وأنا نحب نغير من بلديتي. أنا نحب نغير من الحالة الاجتماعية والاقتصادية اللي تعيش فيها اللي يعيشوا فيها أهالي تبربة. الفقر بارتو، الميزيريا، الكلام هذاك الكل اللي نعرفوه واللي نعيشوا فيه نحن أهالي تبربة. يظهر لي تبربة عاشت أحداث الفترة الأخرى الناس الكل تعرفها والناس الكل سمعت بها. عباد خرجت فدت من الوضع ناقمة، طالبت باش تحسن من وضعيتها. مشاكل تبربة معروفة: فقر، تهميش، بطالة، وعود من قبل 2011 ومن بعد 2011، وخاصة وعود بعد 2011 اللي متنفذ منها حتى حاجة، وأهمها المنطقة الصناعية اللي لطوى حابسة، يعني الحسب سياسية ضيقة يستناو باش ينفذوها من بعد إذا نفذت أصلا. باش نحكي زيادة على وضعية النقل الكارثية في تبربة اللي تعاني منها، يعانيوا منها أهالي المنطقة. نحكيوا على 30 كيلومتر على العاصمة، يبقاو ساعتين وثلاثة سوايع باش يوصلوا باش يخدموا باش وباش وباش. باش نحكي زيادة على التهميش اللي طول شباب تبربة بصفتي شاب، خاصة في المسألة الثقافية اللي براتيكمون الحياة الثقافية منعدمة أساسا، وهذا الكل نحن باش نغيروه.